هذا وأكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا. أكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وهي أحد أهم أسباب النجاح في مواجهة هذا الوباء، مشيرا إلى أن هناك مشروعين جديدين، أحدهما إنشاء وحدة العناية القصوى الثانية في سترة عبر زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال الحالات المصابة، والآخر يصب في إعداد وتطوير الكادر الطبي. هناك صراحة مشروعين مهمين يمكن سمعتوا عنه في الفترة الأخيرة. المشروع الأولاني اللي سمعنا عنه اللي هو وحدة العناية القصوى الثانية أو الجديدة في سترة، اللي كانت متكاملة من جميع النواحي، يعتبر هذا إنجاز طبي آخر تضاف إلى سلسلة من النجاحات لقوة دفاع البحرين. تم تجهيز ما يقارب 152 سرير خاص للعناية المركزة متصلة بجميع المستلزمات للعناية القصوى، بها 152 جهاز تنفس اصطناعي، هناك كادر طبي مدرب ومتخصص، 55 طبيب متخصص في العناية المركزة، و250 ممرض وممرضة تم تدريبهم جميعا للحالات الحرجة لا قدر الله. طبعا هذا يأتي من ضمن الحرص مملكة البحرين في كيفية مواجهة هذا الفيروس. نحن لحد الآن الحمد لله لم نصل إلى مرحلة أن عندنا أحداث كبيرة دخلت عندنا في العناية القصوى، يعني يتعدون تقريبا 12 شخص، منهم رحمهم الله كانوا 8 اللي توفوا، وهذا احنا يعني إنجاز طبي كبير يقارن بالدول الأخرى التي تعرضت لأعداد مهولة وكبيرة من استخدامهم إلى غرف العناية القصوى. المشروع الثاني كان الاهتمام وتطوير الكادر الطبي، وهذا طبعا مهم جدا يكون عندنا كادر طبي متمرس. وجود أجهزة تقنية بدون وجود كادر طبي متمرس يعني ما بيكون منه فائدة، فالحمد لله تم تدريب ما يقارب 1500 شخص إلى الآن من أطباء وممرضين ومنتسبين من المهن للمساعدة الطبية في حال احتياجهم. الفكرة كلها سلامكم الله أن يتم إعداد كادر طبي ومستلزمات في حال لو إحنا احتجناها، وأتوقع الهدف الأساسي يضمن إلى شيء واحد، وهو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم على أرض هذه المملكة المباركة، وتقديم أفضل الرعاية في حال لا قدر الله تزايد العدد وكان فوق العدد المتوقع. وصلنا إلى الآن بنسبة قدرة مختبرات مملكة البحرين لفحص الفيروس الكورونا تتعدى 92 ألف فحص للفرد على حسب سكان مملكة البحرين، وهذا ينضاف إجازة آخر لمملكة البحرين تعتبر من الثلاث المراكز الأولى على نسبة الفحص على العالم.